اخواننا لابد ان نتغير، تغير من حال. كم ضاع من الاوقات، كم ضاع من الاعمار. خلقت حتى تكون عابد، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما استفاد شيء من هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. يسر الله لنا أسباب الطاعة الآن لابد نغتنمها. فأخواننا يعني صدق لابد أن نتقدم في العلم، لابد أن نعمل، لابد أن نعلم. والله محمد بن إبراهيم رحمه الله عندما كان يدرس الطلاب أن هؤلاء سيكون يوم من الأيام هم مشايخ، تعب على هؤلاء الطلاب ارتاح من بعدهم. اليوم إذا لم نتعب نحن تعب الأولاد من بعدنا، من بعدنا ما تجد أحد يعلمهم. صح إيه صحيح. وكما تكونوا ولا عليكم. فيد واحد نجتمع مع مشايخنا مع الطلاب الذين يعني يعقدون الدورات توزيع الكتب، كل واحد منا داعي إلى الله شام أبا، وكل واحد منا سد ثغرة. فهذا الأخ يقول أنا مسؤول عن الكتب، وقال هذا مسؤول عن تنظيم الدورات، وقال أنا مسؤول عن تعليم الناس، أنا مسؤول عن التسميع للطلاب، أنا مسؤول عن تحضير الطلاب. كل واحد يسد ثغرة منه.